صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين وصفات جميله جدا للفطار. عاملين النهارده من بواقي فطيره الكوسه بتاعت امبارح اللي انا قلت العجينه بتاعتها ما بين الكريب والبانكيك. عملنا هنعمل دلوقتي بانكيك الكوسه. عايزه اقول لكم ان كب كيك الكوسه، كب كيك الكوسه، عايزه اقول لكم ان الكب كيك والكوسه انا عارفه ان دي ميكس ممكن غريب شويه بس طعمها حلو جدا، ولما تجربوها هتعرفوا ان انا مش بشكر في الوصفه وخلاص، لا هي فعلا طعمه جدا مغذيه جدا، ممكن تتحط في الثلاجه لمده 3 ايام ان احنا نستخدمها. لو عندنا اطفال دي حاجه حلوه قوي ليهم، هنحشر كده الكوسه وسط كب كيك فهيتبسطوا بيها قوي. ممكن نزود عليها مثلا جبنه ولا حاجه، جبنه كريمي كنوع من انواع الزينه، فهتتبسطوا بيها جدا جدا الوصفه دي. وهنعيد مقاديرها تاني ونشوف هنعملها ازاي النهارده. الوصفة التانية النهاردة عاملين سلطة كرومب بس الدريسنج مختلف عن اللي دايما متعودين عليه. الدريسنج بتاع النهاردة عبارة عن افوكادو مع التوم، هتتبسطوا قوي بالطعم والميكس ده بالذات بقى لو هتتقدم كمان ساعة. الوصفة التالتة معانا النهاردة وصفة الكوردون بلو، بس المرة دي كوردون بلو مش زي ما احنا متعودين عليه، لا كوردون بلو فطاري هيبقى بالعيش التورتيلا. يلا بينا نبدا اول وصفاتنا النهارده وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل كب كيك الكوسه، هقول لكم المقادير اللي هتنزل على الشاشه، بس انا مش هشتغل فيها، انا هشتغل كنت عاملاه امبارح، طبعا اتخمرت اكتر عشان احنا كنا حاطين عليها خميره. تعالوا نشوف عباره عن ايه. عندنا بيض ودقيق وشبت وبقدونس وفلفل احمر مفروم، بصل اخضر مفروم، لبن، ميه، بيكنج باودر، وطبعا كوسه ممكن ساعتها نبشرها ما نقطعهاش، بس انا هعملها بنفس الطريقه اللي عملناها امبارح. عملت امبارح ايه؟ امبارح حطيت الدقيق والميه والبيض واللبن مع بعض والخميره وسبتهم لحد ما خمرت كويس جدا، والبيكنج باودر طبعا ماشي، وبعد كده زودت عليها الكوسه والفلفل الاحمر. الكوسه بنبقى نقعينها في ميه بملح عشان تبقى طريه اكتر، وبنصفيها وبعد كده ايه بنقطعها. خلاص انا هنا هجيب صينيه الكب كيك وهبتدي احط فيها الخليط بتاعنا. انا بس هحط الخليط في الميجر ده عشان يبقى سهل عليا وانا بنزله، ده هيسهل لي قوي الموضوع من غير ما لغوص ولا بوظ ولا وسخ الحاجات اللي حواليا. طبعا انا حطيت عليها كمان حبه زيت كده، جربوها هتتبسطوا بيها قوي وهتعرفوا ليه انا متحمسه للوصفه. ولا كان في دماغي امبارح ان انا اعملها كب كيك، لما لقيتها بقيت ولقيتها طعمه جدا وانا حاسه ان انتوا هتتبسطوا بيها، قلت طب ما انا اعملها كب كيك كمان تبقى وحيد كده ولايقه على منيو الفطار اللي احنا بنعمله. ممكن طبعا نحط جواها جبنه شيدر او جبنه موتزاريلا، بس الشيدر هتطعمها اكتر، وممكن بقى نزوقها بقى كاننا عاملين كب كيك والايسنج عليها، نزوقها بجبنه كريم تشيز، نحطها كده في كيس حلواني ونبتدي ان احنا نزوقها بيها ونحط عليها مثلا ايه فلفلايه، طماطم، تشيري كده، يعني ممكن ايه نخترع بقى بقيه الحاجه. دول زياده كده، خلي بالنا ان في كوسه وفي خليط، ما نحطش الكوسه بس. نعمل واحده كفايه كمان. مفيش باقي خلاص. المقادير حاضر،
ممكن نعمل عجه الكوسه النهارده، يوم الكوسه العالمي. حاضر كده، ايه خلصنا؟ هحطها بقى في الفرن كده زي ما هي. ممكن اشيل دول. ونخليها ايه تستوي بقى على درجة حرارة 180 200. طيب بما ان في مقادير ممكن نعمل عجة، الوصفة دي تنفع للعجة، بس طبعا هنشيل منها شوية حاجات. هشيل المية، هشيل الخميرة، هشيل الا لو عملناها في الفرن. لو عملناها في الفرن خلاص هحط البيكنج باودر. ماشي يلا بينا. بس عايزة بيضتين كمان لو فيه. مفيش. طيب اها. طب عايزه طبق البايركس المدور الرفيع قوي، عايزه اي حاجه. طيب بيض اهو، لبن، مش عايزه احط لبن كتير عشان ما اضيعش طعم البيض، فلفل اسود، ملح، بس انا هستغنى عن الكوسه في العجه، هحط عليها بصل اخضر وفلفل عشان ما تحسوش ان انا ايه بعمل لكم كوسه في كل حاجه. لو عايزين تزودوا الكوسه وتعملوا عجه كوسه اعملوا كده. هحط بقى فيها زيت، انا هدخلها الفرن، هحط فيها شبت، بصل اخضر، فلفل احمر، وطبعا ممكن نزود عليها جبنه. نقلب كده كويس قوي. بيكنج باودر طبعا مش هحط كل كميه الدقيق دي، هحط بالظبط 3 معالق على كيس بيكنج باودر. نقلب كويس قوي بحيث ان الدقيق يدوب جوه البيض. الدقيق هنا عشان يمسك لي بس الوصفه، فمش عايزاه هو اللي يبقى باين، لا انا عايزه البيض هنا هو اللي يبقى ايه، بيض والخضار اهو. بس خلاص خلصت. ممكن حبة لبن بس كده، نقلب كده اهو. هزود عليها ممكن بقدونس تخلي طعمها حلو قوي. انا مامتي زمان كانت هريانة عجة. نفطر دايما في الويك اند يوم الجمعة ده عجة او شكشوكة. عايزة اقول لكم العجة دي من الحاجات الجميلة جدا ومغذية، فيها خضار كده وحلو قوي اهو. يلا هحط بس زيت هنا عشان ايه اضمن ان هي كده ولا كده. انا هقدمها في الطبق ده وهيبقى شكلها حلو، وده طبق التقديم بتاعنا يعني انا مش هشيلها ولا حاجه. ممكن نعملها كمان في صينيه التشيز كيك لو حابين تشيلوها. ممكن تزودوا عليها كريمه لو عندكم، بس انا ايه عملتها بالمتاح قدامي دلوقتي. بس كده خلصنا دي كمان. ايه رايكم هنحطها في الفرن؟ نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معايا.
رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل دلوقتي كوردون بلو بس بعيش التورتيلا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عندنا النهارده عيش اهو زي ما انتم شايفينه جايبه الحجم الكبير. عندنا جبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر وورق من الريحان، وعاملاه النهارده بالتركي المدخن وكمان لانشون الفراخ. طبعا الحشوه دي بالذات على حسب اختياراتكم، يعني ممكن بدل الفراخ خالص تستخدموا بيف. عاملين كمان صوص البيتزا. صوص البيتزا عباره عن عصير طماطم، صلصه طماطم، ثوم، زيت زيتون، وزعتر فريش. خلاص. طيب اهو نجيب الثوم كده. كده اهو. عايزه اقول لكم الكب كيك ابتدت تنفش وتحلو كده. كب كيك. ماشي. كده التوم ايه تمام. انا عايزاه بس مفروم فرم خشن شويه. هحط التوم والزعتر مع بعض، واول ما ريحته تطلع هحط معاه صلصه الطماطم وعصير الطماطم. زعتر. ريحته تطلع بس احط الصلصة والعصير. رشة فلفل اسود، رشة ملح. صوص البيتزا ده من الصوصات الحلوه قوي يعني، ولما بنعملها في البيت نحطها كده في برطمان في الثلاجه. يلا بصوا ابتدت الزيت اهو، صلصة على طول اهي وراه. بس اسيبها بقى تغلي شوية عشان ده اللي هدهن بيه الكوردون بلو بتاعي. تغلي بس حبه صغيرين. معانا بسنت. الو. ايه بسنت، صباح الخير. صباح الفل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. الحمد لله يا حبيبتي، تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا جربت طريقه السينابون بتاعت حضرتك وعجبتني قوي. طب يا حبيبتي الحمد لله. انا عايزاكي تجربي كب كيك الكوسه. انت بتحبي الكوسه؟ اه. ماشي، عايزاكي بقى تجربيها. خلاص هتعجبك قوي. عايز تساليني على حاجه؟ كل اكلاتك حلوه. تسلم يا حبيبتي، هجربها واوعد لحضرتك. ماشي، عايز تساليني على ايه؟ طب قولي لي. لا مش عايزه. خلاص ماشي حبيبتي، صباحك حلو ان شاء الله. طيب يلا بينا بقى نبتدي. ايه عندنا اهو الكولد كاتس بتاعتنا النهارده، فراخ
اي هي سالتهم الكوردون بلو ازاي من غير فراخ. هو احنا مسمينه كوردون بلو عشان بنحشي تركي وجبنه وعباره عن عيش. هو الكوردون بلو فكرته ان هو طبقات مختلفه مع بعض، ماشي؟ فاحنا النهارده عاملين كوردون بلو بعيش التورتيلا، ماشي؟ يلا بينا. هجيب بقى معلقه كده احط الصلصه، بدهنها، ما نحطش كتير عشان العيش ما يدوبش مننا، يدوبك بس ايه نعملها كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان نحشيه جبنه لو عايزين. خلاص نعمل كده ونضغط قوي. بس هنعمل كده بقى معانا رهف. اه معاكي. ازيك يا رهف؟ انا بحب اسم رهف ده جدا. وانا بموت في حضرتك والله. يا حبيبه قلبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. اتفضلي انا سامعاكي. انا كنت بحب اسلم على حضرتك. تسلمي لي يا حبيبتي. طب مش عايز تقولي على وصفه معينه انزلها لك؟ لا حضرتك انا بجرب كل وصفاتك وبتطلع زي بتطلع حبيبتي. ربنا يخليكي، تسلمي يا قلبي، تسلمي. هنعمل كده برضو، ممكن دي زيادة، ممكن دي كمان زيادة. يلا بينا كده. هتشوفوا لسه هنعمل الخطوة كمان، بس ايه واحد كمان، يعني هعمل لكم واحد كمان وابتدي نعمل الخطوة بقى ايه التالتة. اول خطوة عملنا صوص البيتزا ودهنا بيها هو الساندويتش. تاني خطوة بنحط الصوص مع التركي المدخن ولانشون الفراخ، وممكن طبعا تزودوا جبنه زي ما قلت. ونملاه كده عشان هتشوفوا الخطوه الثانيه هتتعمل ازاي، فلازم يبقى ايه كله في نفس ال، يعني عشان لسه هيتقطع فكله يبقى فيه اللانشون والتركي. نعمل كده شوية بقدونس. يلا بينا. طيب هجيب بقى كده دي وممكن بدل الفرن نعمل في الاير فراير. احط كده عند هنا زيت، حاجة بسيطة قوي. وبعدين ابتدي اقطع كده ان شاء الله ما هيثبت. نقطع وبعدين نحط كله مع بعض عشان ايه مفيش حاجة تتفتح. شيل ده كده.
بصوا شكله عامل ازاي من جوه، شايفين حلوه ازاي؟ خلاص يلا بينا هعملها كده. ماشي اخلص ونطلع فاصل على طول. بصوا هكمل في الفاصل، هعمل ساندوتش كمان احط فيه الباقي ده، شايفين عامل ازاي؟ اتفرجوا عليه كده تحفه، شكله حلو قوي. تمام يلا بينا نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني من الفاصل. بصوا بقى طالعه شكلها عامل ازاي، انا زودت ايه عيش كمان طبعا، لو في ممكن نقوم عاملين سيركل كمان. خلاص اهي شكلها يامي يامي جدا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده زي ما انتم شايفين. خلاص وبعدين هنعمل كده وندخل ايه؟ اير فراير او فرن المتاح. يلا بينا هنطلع الكب كيك، هي ان شاء الله تكون ايه خلصت خلاص استوت، انا بس مرضتش اطلعها في الفاصل. عايزه اقول لكم العجه عامله ريحه حلوه قوي، الكب كيك الكوسه بقى يعني قلبه ريحه المطبخ، ريحه تحفه. اتفرجوا يلا بصوا عليها. بص شكلها حلو ازاي وريحتها احلى بكتير من شكلها. دي بقى زي ما قلت تبرد، وممكن ايه لو عندنا كريم تشيز نقوم حطينا في كيس حلواني وايه ومدلعينها كده، في شوية جبنة شيدر نحطها وندخلها الفرن زي ما انا ايه عملت هنا كده مثلا. خلاص ماشي. اتبقى عيش متغمس كده بصوص البيتزا هيترمي؟ لا طبعا، اهو الفرن كده ولا كده سخن، نعمله ايه؟ نقرمشه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. ادهنوا كده صوص بيتزا.
شايفين شكلها حلو ازاي؟ طعمها هيبقى تحفه، بس نخلي بالنا بقى مش هتاخد ثواني في الفرن، فلو لقيتوني سرحت كده ايه فكروني. دي بقى نقنقه كده شيبس كده طبيعي، قاعدين على البحر عايزين ننقنق حاجه ناكلها، دي نظبطها سهل قوي. صوص البيتزا ده زي ما قلت نحطه في برطمان، ممكن نستخدمه في حاجات كتير قوي. من بواقي العيش بصوا عملنا صينيه مليانه شيبس، وعندنا بقى صوص جبنه مثلا، صوص الجبنه الشيدر السايح ده، ونغمس بقى. يلا امسح بس ايدي. العجة كمان خلصت، هتأكد بس ممكن اعمل كده بس كده، فكروني بس بالتشيبس. ماشي، امسح ده بس كده بخل وليمون. ونبتدي ايه نعمل سلطة الكرومب بتاعتنا. الدريسنج بتاعنا مختلف تماما، وهي دي فكرته النهاردة. يعني احنا عملنا سلطة الكرومب بكذا حاجة، بالذات بدريسنج الكولسلو، لا النهاردة هنعمله بشكل مختلف. كرومب ابيض عادي، وممكن على فكرة لو عايزينه ميكس مفيش مشكله، بس هي النهارده السلطه خضراء حتى الدريسنج اكتر اهو، بس عايزه ايه اقطعه اصغر شويه. طيب هنحط ايه بقى في الخلاط؟ محتاجين خلاط، هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه، تعالوا نقول الوصفه. عايزين سوداني ممكن يبقى مملح شويه، عندنا بقدونس، عندنا خيار، عندنا افوكادو، عندنا توم، عندنا زيت زيتون، وهنا في خيار وبصل اخضر مع الكرنب. ماشي، نرتب كده الدنيا عشان ايه ما تبقاش فيه. ماشي، بصوا هنحط الاول بصل اخضر هنا عشان نرتب الدنيا وما يبقاش زحمه، خيار، وطبعا ممكن نحط مثلا لو حابين اي حاجه خضراء، فلفل اخضر كمان مفيش مشكله. خلاص، هنا بقى في الخلاط هنستخدم ايه؟ هنبقى عشان وانا بقطع الكرنب هتلاقوا الايه الخلاط شغال. هنبقى محتاجين الافوكادو طبعا يبقى طري ومستوي، ثلاث فصوص او اربع فصوص كتير من التوم، خليهم ثلاثه عشان ولاء بتتعب بالتوم. عندنا كمان سوداني، وبصراحه احط شويه هنا كده يبقى كرانش. عندنا بقدونس، وان شاء الله الخلاط ما يكسفنيش. عندنا زيت وعصير ليمون، ربع كوبايه زيت تقريبا على الكميه دي، عصير ليمونه حلوه كده كبيره. الملح هنا مش كتير لان السوداني اوريدي مملح، فخلوا بالكم من الموضوع ده. بصوا بقى لونه ايه اخضر، نعمل مرة كمان بس كرومب اهو. بفرمه كده
ونسيب يعني يفضل الدريسنج اللي في السلطه ده يفضل فيها مثلا ساعتين كده قبل ما ناكلها عشان الكرنب بتاعنا يطرى شويه. كل ما يطرى كل ما يبقى ايه مش قاسي كده على بطننا ويتهضم اسرع. فكروني بس بالايه الشيبس اللي احنا عاملينه ده. ماشي نطلع فاصل. طيب احنا هنطلع فاصل هفضل افرم كده الكروم ونرجع احط عليه الدريسنج ونقدم بقيه وصفات. يلا بينا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى قطعت الكروم وما تنسوش ان انا حاطه هنا بصل اخضر خيار حبه سوداني. هنحط الدريسنج الاخضر بتاعنا كده وزي ما قلت كل ما تقعد اكتر في التلاجه كل ما الكرنب ايه يطرى ويدينا نتيجه احلى بكتير. طب الدريسنج ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن افوكادو زيت زيتون وسوداني مملح عصير ليمون وكمان بقدونس. خلاص نقلب. شايفين عامل ازاي طري طراوه ومفيد جدا ومغذي جدا وعلى فكره حلو قوي للشعر بيغذيه وكمان بيلمعه كده. خلاص بيديله نضاره كده وحيويه. السلطه دي حلوه للشعر. ممكن نعمله ساندوتش كرومب بورق الكرومب وممكن نجيب الورق كده نحطه كده كده ها. كده تمام. يلا لو في حاجة حمراء كنت كسرتها كده بإيه بطماطماية ولا حاجة. ماشي. لا قصدي في البريزنتيشن يعني. بصوا بقى. فاضل هنا ايه؟ نحط واحدة هنا كده. يلا نوضبها. كرومباية اهي بتتفتح طالع منها ايه السلطة الحلوة دي. الطعم تحفة تحفة بجد. السوداني كمان متنسوش تحطوا السوداني اللي هو من غير ما فرمته في الخلاط عامل طعم حلو قوي. طيب دلوقتي هنا الكب كيك طلع خلاص وانا كمان كنت عامله ايه نسخه نحطه كده في سفره الفطار بتاعتنا النهارده. اهو
تمام. العجة طلعت، بصوا عليها ريحتها تحفة. عمري ما هشكر كده في الروايح غير لو فعلا الواحد شمم ريحة حلوة قوي في البلاتو. يلا كب كيك الكوسة مع العجة، نطلع بقى الشيبس من الفرن. نطلع دي الأول، أنا المفروض أستناها تبرد ثواني. لما تبرد خالص هتجمد، فسهل ان احنا ايه نشيل ورق الزبده ده بسهوله. يعني خلوا بالكم برده من الموضوع ده. انا بس عايزه خلاص عشان احنا لازم نختم، فعايزه اوريكم بس الشكل النهائي ليها. لكن هي لما تبرد هتتشال بسهوله من غير ما يحصل لها اي حاجه. بصوا المنظر، لسه بقى خطوتين كمان. وكده خلصنا كوردون بلو بتاعنا اللي عملناه النهارده بطريقه مختلفه، ان شاء الله تعجبكم وتتبسطوا بيها. ممكن احط السلطه هنا احسن. هنطلع بقى الشيبس من الفرن، وطبعا لما بيهدى بيقرمش. هو خلص خلاص، لازم بس اسيبه ايه يبرد عشان يقوم ايه طالع بسهوله. خلاص اهو، وبينشف كمان، الهواء بينشفه. شايفين عامل ازاي؟ حلو قوي، احطه هنا جنب السلطه. كده خلصنا حلقه النهارده، عملنا وصفات فطار جميله جدا ان شاء الله تعجبكم. سلطه الكرنب دي هتتبسطوا من الطعم بتاعها جدا جدا جدا، جربوها. عملنا كمان كب كيك الكوسه، عملنا عجه من بواقي كب كيك الكوسه بس من غير كوسه، عملنا كمان شيبس بصوص البيتزا، وعملنا كوردون بلو بالتركي المدخن ولانشون الفراخ مع ورق الريحان والبقدونس. يا رب تكون الحلقه خفيفه وعجبتكم، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.